مشاهدينا نستمر في هذه التغطية ونناقش مستقبل قطاع غزة بعد الحرب. عنوان عريض يبحث عن إجابة في ظل طروحات عديدة ترهن مستقبل القطاع في إطار حل شامل للقضية الفلسطينية. دول عربية وغربية تتبنى مقاربة تشكيل حكومة تكنوقراط لإدارة القطاع ما بعد الحرب وسط تشبث نتنياهو بخطة اليوم التالي التي تنص على إبقاء تل أبيب سيطرتها الأمنية على قطاع غزة. تعلن حكومة شتي استقالتها ويربطها المتابعون بمطالبات غربية أمريكية بتغيير في السلطة كجزء من إطار الحل الشامل للقضية الفلسطينية. إدارة القطاع الذي يرزح تحت الحرب منذ أكثر من 4 أشهر لم تقدم السلطة الفلسطينية خلالها رؤية واضحة من أجل إفساح المجال أمام تشكيل توافق واسع بين الفلسطينيين بشأن الترتيبات مع السلطة الفلسطينية بشأن خطة اليوم التالي لانتهاء الحرب. أن لقاء رسميا مرتقبا مع حركة فتح والفصائل الفلسطينية سيعقد في العاصمة الروسية موسكو. ومع تكثيف المفاوضات لوقف إطلاق النار في غزة أيضا بدأ الحديث عن بناء هيكل سياسي لحكم القطاع بعد الحرب، وهو ما جرت الإشارة إليه خلال الأيام الماضية بشأن تشكيل حكومة التكنوقراط من الخبراء المستقلين تعمل على إعادة إعمار غزة وتوفير الإغاثة والإيواء للأهالي. الحل المطروح تدعمه أطراف عربية ترى ضرورة السيطرة سلطة واحدة على الضفة والقطاع، وأن يكون مستقبل غزة جزءا من تفاهمات أوسع بشأن القضية الفلسطينية. غير أن المقاربة المعلنة للدول العربية والغربية المؤثرة في هذه القضية لا تتماهى مع خطة مستقبل غزة أو ما يعرف بخطة اليوم التالي التي قدمها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل أيام. خطة نتنياهو التي تواجه أيضا انقساما حولها في الداخل الإسرائيلي تشمل إبقاء إسرائيل سيطرتها الأمنية على غزة والضفة الغربية وحفاظ الجيش على حرية العمل في جميع أنحاء القطاع إلى أجل غير مسمى، إلى جانب السيطرة طبعا على الحدود بين مصر وغزة. نبحث اليوم في الخطط المطروحة لإدارة قطاع غزة عبر قوى كانت موجودة في القطاع قبل ذلك بدعم أطراف إقليمية ودولية، ونناقش فرص توافق أطياف الجسم السياسي الفلسطيني على تشكيل حكومة تكنوقراط لإدارة القطاع بعد الحرب، ونبحث أيضا احتمالات تجسيد خطة نتنياهو لمستقبل غزة على أرض الواقع في ظل التعارض مع المواقف الأمريكية والعربية. للمزيد نستضيف في هذه الجولة عبد الفتاح دولة المتحدث باسم حركة فتح ينضم إلينا من رام الله، وكذلك أرحب بالدكتور تامر قرموط أستاذ السياسات العامة في معهد الدوحة ينضم إلي من العاصمة القطرية، وأرحب أيضا بمأمون أبو عامر الكاتب السياسي من اسطنبول. أبدأ معك سيد عبد الفتاح، الكثيرون ينتقدون السلطة الفلسطينية على أدائها منذ 7 أكتوبر وآخر الانتقادات تتحدث عن استقالة شتية عاجز عباس عن التعامل مع الحرب فأقال شتية، هذا أقل من تغيير سياسي وأكثر من مجاملة سيما، وأن المطالبات العربية والغربية تقول بضرورة تغيير هياكل السلطة الفلسطينية وليس فقط الحكومة. لك التحية بداية ولضيفيك الكريمين، ولربما في هذا التجني وحرف البوصلة عن أصل المشكلة عن هذا الاحتلال وما وضعه من معيقات أمام عمل السلطة الوطنية الفلسطينية وأمام ما يتعلق بكل حياة الشعب الفلسطيني. نتنياهو على مدار كل سنوات حكمه واليوم بات يصرح بذلك علنية، هو وائتلافه اليميني المتطرف الذي أدار حكمه على قاعدة إدارة الصراع وإضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية وتعميق الشرخ السياسي والجغرافي ما بين شقي الوطن بهدف عدم قيام دولة فلسطينية. ولطالما اعتبر وجود السلطة الوطنية الفلسطينية كجزء من منظمة التحرير الفلسطينية وشكل من أشكال الكيانية السياسية التي
تؤسس لقيام دولة فلسطينية، هذا ما لم يرده نتنياهو، وبالتالي دائما كان حجر عثرة وإعاقة لعمل السلطة الوطنية الفلسطينية، وهو السبب وراء عدم قدرة المؤسسة الفلسطينية والحكومة الفلسطينية على إدارة شؤون حياة الشعب الفلسطيني والقيام بمهماتها على أكمل وجه. ودعني أقول هنا فيما يتعلق بانتقادات السلطة الوطنية الفلسطينية، في الوضع الطبيعي عندما لا نكون أمام مواجهة مع الاحتلال وعندما لا نكون أمام استحقاق الدولة الفلسطينية، دول العالم تتحدث بغزل عن المؤسسة الفلسطينية التي ترتقي لتكون مؤسسة دولة، بينما عندما نكون في مواجهة مع هذا الاحتلال وأمام استحقاق الدولة الفلسطينية، تهب أمريكا ومن يقفون إلى جانب الاحتلال ويقولون أن هذه السلطة فاسدة، تماما كما حصل في عهد الشهيد الرمز الراحل ياسر عرفات عندما قالوا نفس الشيء في انتفاضة الأقصى عندما كان هناك استحقاق لقيام الدولة الفلسطينية. وبالتالي منطق العالم في التعامل مع طبيعة عمل المؤسسة الفلسطينية يختلف مع أهمية أن تكون هذه المؤسسة قوية وقادرة وتكون دائما حريصة على تجديد نفسها وإصلاح ذاتها من أي خلل وتطوير أدائها وعملها. هنالك منتقدون يقولون بأن إصلاح المؤسسة لذاتها تحديدا في هذه المرحلة يجب أن يتضمن تغييرا في رأس السلطة وليس في هياكلها، كيف تردون على هذا الكلام؟ يا سيدي، رأس السلطة الفلسطينية جاء بانتخابات وانتخبوا الشعب الفلسطيني ليكون رئيسا للشعب الفلسطيني، وهو رئيس شرعي ويقوم بدوره على أكمل وجه، وهذا هو إرادة شعبية، ومن أعاق عملية الانتخابات ولا زال يعيقها هو الاحتلال. فلتكن هناك ظروفا صالحة للقيام بعملية ديمقراطية انتخابية ولينتخب الشعب الفلسطيني. الرئيس السيد الرئيس محمود عباس أبو مازن هو خيار الشعب الفلسطيني، هو رئيس منتخب وهو يحمي تطلعات وحقوق الشعب الفلسطيني ويقاتل ويناضل من أجلها في كل مكان وفي كل أروقة العالم. ولا تنسوا أن عندما استشهد الرئيس ياسر عرفات كانوا قد قالوا أن السيد الرئيس محمود عباس أبو مازن هو صاحب قدرة وكفاءة وخبرة ودراية، بالتالي ما الذي يختلف اليوم؟ نعم، يختلف الظرف بالتأكيد، لكن دعني أشرك في هذا الحوار سيد عبد الفتاح أيضا ضيفي. نعم، ضيفي من إسطنبول، سأعود إليك أكثر في هذه النقطة، سأعود أيضا لضيفي في إسطنبول السيد مأمون أبو عامر. يعني حركة حماس منذ 7 أكتوبر تقول بأن لا طرف من السلطة الفلسطينية تواصل معها أو حاول تقديم أي رؤية حتى لمرحلة اليوم التالي. كيف تعتقد أن حماس سترد على هذه الخطوة استقالة محمد شتية؟ وبرأيك هل استشيرت حماس في هذه الخطوة أو في أي خطوات تالية؟ تحية لك المشاهدين الكرام ورديفك الكرام. حقيقة حماس لم تستشار في هذا الموضوع إطلاقا، ولم تستشار في أي قضية من قضايا إدارة السلطة الفلسطينية. الواضح تماما أنه الرئيس عباس يعني منذ إقالة التشريع وعدم تعطيل الانتخابات في 2021 تم يعني السلطه اصبحت تسير بمسار واحد فقط بدون ان يكون يعني هناك حساب او مراجعه سياسيه في داخل السلطه الفلسطينيه. على اي حال الامور تجاوزنا هذه المساله، المساله الان مساله كل الفلسطيني معرض لتحدي خطير وعمليه بقاء القضيه الفلسطينيه وحتى الشعب الفلسطيني على ارضه يعني. نعم. وهذا يتطلب الان تجاوز الخلافات السابقه وانتقال الى مرحله بمسؤوليه اعلى وبدرجه اكبر من المسؤوليه يعني. ولا سيما انه الامر اليوم تجاوزت تحديات خطيره، هناك استهداف عام لاباده الشعب الفلسطيني، ولذلك كان المفروض من اول يوم القياده الفلسطينيه دعت القيادات الفلسطينيه جميعا الى لقاء وطني شامل لدراسه المشهد، لكن هذا حتى الان لم يحدث يعني. وهل نحن نحتاج كفلسطينيون نحن بحاجة إلى وسطاء حتى يتوسطوا بيننا في هذا الوقت بالذات؟ أعتقد أن الظرف التاريخي يعني مهم جدا. القيادة الفلسطينية يعني عليها مسؤولية كبيرة في جمع الكل الفلسطيني، إن لم يكن يتمكن في الداخل فممكن في الخارج. هناك في اتفاق سابق بين القيادة الفلسطينية على الهيئة القيادية العليا، وهذه الهيئة القيادية العليا لم تجتمع. فإذا تجتمع في هذا الظرف الحاسم يعني
فمتى ستجتمع يعني؟ السؤال يعني يطرح نفسه على اعلى مستوى. ولذلك حتى للاسف الشديد هناك بعض الانتقادات وجهت الى المقاومه في قطاع غزه، ولكن يعني تم تجاوز هذه المساله يعني. لكن المساله الاساسيه هي ان الهيئات القياديه الفلسطينيه او ما يسمى الهيئه القياديه العليا الاصل ان تجتمع وتقرر خطوات تشكيل حكومه جديده. يعني لا يعقل انه الان في ظل هذا الظرف ايضا يتم تشكيل حكومه وقالت حكومه وتركيب حكومه كما هو الوضع في الاوضاع السابقه، حكومه حمد الله وحكومه جتيه وثم بعد ذلك حكومات جديده، لا ندري بالضبط من سيكون هناك حديث عن محمد مصطفى. لكن بكل الحال من الاحوال الاعتراض ليس على الاسماء، فالكل يعني كل شخصيه هي محترمه ومقدره. المشكله في النهج وطريقه التعيين يعني. نعم. في هذه الظروف الحاسمه يجب ان تكون اي حكومه جديده تدار باتفاق وطني وتتحمل مسؤوليه وطنيه حسب الحاجه التي نحن بصدرها. طيب دكتور تامر، ايضا هنالك بالاضافه الى هذه الطروحات الفلسطينيه والتداولات هنالك ايضا طروحات عربية أمريكية وحديث مستمر عن ربما قوى فلسطينية داخلية تعود لإدارة القطاع أو مبادرة لم تنضج بعد ملامحها على الأقل، لكن نسمع الكثير من التقارير. بتقديرك هل يمكن لأي مبادرة من يعني سواء عربية أو أمريكية عربية أن تقدم بديلا للوحدة الفلسطينية المرتجاة ولاحتمال أن تتحول حماس إلى جزء من منظمة التحرير الفلسطينية وهو الهدف المعلن اليوم لكل القوى السياسية؟ شكرا على الاستضافة أخي زاهر. خلينا أعرج على آخر نقطة أنت ذكرتها، موضوع إذا 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 الدول العربية والمبادرات هدفها الأساسي خلق آلية أنه حركة حماس ترجع تدخل منظمة التحرير ويتم إعادة تفعيل منظمة التحرير ويكون هناك حكومة بعدين تنبثق عنها حكومة تكنوقراط أو حكومة تآلف وطني فلسطيني تدير المشهد بعد الحرب حاجات إعادة الإعمار وتمهد الانتخابات، فليكن هذا يعني فكرة أنه إذا هذه الفكرة عودة حماس، لا هي حماس جزء أساسي من الحضن الفلسطيني طبعا هي موجودة، ولكن فكرة أنه إعادة إصلاح المنظمة إعادة تركيب هيكلية المنظمة بحيث يتم إدماج حماس والجهاد الإسلامي في المنظمة ولتكون منظمة شاملة تمثل الكل الفلسطيني في الداخل في الشتات، فليكن هذا. ولكني لا أعتقد أن هذا هو الذي يحصل. يعني هناك غموض وضبابية شديدة في الموقف، بمعنى كل ما نسمعه كلها مبادرات وطروحات أفكار ومقترحات، هذا كله يناقش في غرف مغلقة في عواصم عربية في عواصم غربية، ولكن على الأرض هناك واقع واضح للجميع، وهذا الواقع اللي هو حرب إبادة شاملة بمر فيها قطاع غزة، لحظة تاريخية مصرية بمر فيها الشعب الفلسطيني، وللأسف الشديد قيادات الطرفين يمين حركتي فتح وحماس فشلوا إلى الآن في الشهر الخامس من الحرب في حتى الاجتماع في غرفة واحدة أو الخروج في بيان مشترك للرد أو لطرح مبادرة ما لقطع الطريق أمام إسرائيل في هذا في هذه اللحظة التاريخية. فهذه هي الإشكالية صدقا. فبالتالي يعني العنوان واضح، العنوان واضح، ما في إذا الشعب الفلسطيني بده يحافظ على مقاومته على حقوقه ما في غير عنوان واحد، هو انهاء الانقسام واعادة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية كحاضنة وطنية شاملة للكل الفلسطيني، ولتبقى مؤسسات السلطة ولتبدأ إعادة اعمار غزة وهكذا. نعم، هل سيد عبد الفتاح هل تشاورت فتح مع حماس في اي مرحلة من مراحل هذه الخطوة، يعني تقديم محمد جتية لاستقالته او حتى في خطوات تالية عفوا سابقة مختلفة تتعلق بالعمل الدبلوماسي الذي تحاول إنجازه؟ يعني حقيقة سيدي الفاضل ما بعد لقاء العلمين قبل أو قبيل 7 أكتوبر لم يكن هناك لقاءات مباشرة وحوارات مباشرة ما بين الحركتين، على اعتبار أن اجتماع العلمين كان قد خرج عنه تشكيل لجنة متابعة
وأن تلتئم لجنة المتابعة فيما بعد لاستكمال ما خرج به اجتماع العالمين وتحويله إلى خطوات فعلية، لكن ذلك لم يكن وأعيق يعني استكمال طيب، لكن يعني عمل نتحدث هذه عن حرب اللجنة، حرب إبادة جماعية يتعرض لها قطاع غزة والفلسطينيون وحتى في الضفة الغربية، أليس من الأجدى على السلطة الفلسطينية وهي صاحبة اليد العليا بالمعنى السياسي أن تقوم بإنجاز مبادرة تواصل فقط، اتصال مع حماس في هذه المرحلة الصعبة؟ يعني بوادر الاتصال نعم في هذه المرحلة الحساسة عندما يسيل الدم الفلسطيني، يجب على كل شيء أن يتم وضعه جانبا وأن نفكر فقط في مصلحة ومستقبل الشعب الفلسطيني وقضيتنا الفلسطينية. حقيقة منذ اليوم الأول في 7 أكتوبر كان خطابنا الفتحاوي خطابا وحدويا يمهد لأي بادرة للقاء ممكن أن يثمر خطوات فعلية لاستكمال حالة الوحدة الوطنية ومواجهة هذه المرحلة الأصعب في تاريخ قضيتنا الفلسطينية موحدين. لكن بكل أسف وأقول ذلك بموضوعية، خطاب أخوتنا في حركة حماس ما بعد 7 أكتوبر ولربما حتى الأمس استمعت إلى خطاب أحد الأخوة في حركة حماس كم كان يعني مقيتا بعض الشيء، يعني لم نستمع إلى خطاب من شأنه أن يمهد ويؤسس إلى حالة إيجابية تفضي إلى لقاء جدي وإيجابي للخروج بشيء مجدي يمكن أن نبني عليه في وحدتنا الوطنية ومواجهة هذه التحديات. لكن ذلك لا يمنعنا ولا يعفي الجميع من مسؤولية المبادرة والعمل على ذلك، لكن لم نشعر أن هناك رغبة وحالة جدية في هذا الأمر، ولذلك نتمنى أن يثمر لقاء موسكو الذي هو اللقاء الرابع في موسكو لكن هذا جاء بطابع مختلف وفي ظرف مختلف، أن يذهب إليه الجميع كما نذهب إليه في حركة فتح منفتحون وبعقلية منفتحة وبرغبة جادة على الوصول إلى ما ينقذ الحالة الوطنية الفلسطينية ويرمم البيت الفلسطيني الداخلي تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطيني التي يشكل دخول حماس إليها وكذلك الجهاد الإسلامي، إضافة إلى الحركتين على اعتبار أن هذا يشكل حاضنة سياسية لحركة حماس والجهاد الإسلامي، وأن نقف مسؤولية على القضايا التي كانت هي بعضا من المحددات التي كنا نختلف عليها أو لم نصل إلى الاتفاق بسببها، لربما هي لا تستحق أن نظل مستمرون في الخلاف، وأن نتقدم خطوة إلى الأمام وأن تتقدم حركة حماس خطوة إلى الأمام، وهذا يضيف لها ولا ينقص منها. المرحلة حساسة كما تقول سيدي الفاضل وتحتاج إلى إرادة حقيقية وإلى مسؤولية وطنية وأخلاقية تحتم علينا فلسطينيا اليوم القفز عن حالة الانقسام وتوحيد الصف الفلسطيني في مواجهة ما يعتري قضيتنا من صعوبات. طيب سيد مأمون، يعني سمعت ضيفي من رام الله يتحدث، ما الذي يمنع حماس من اتخاذ خطوة إلى الأمام بهذا الاتجاه الآن والظرف ضاغط والمرحلة التي تمر بها القضية الفلسطينية على كل المستويات مفصلية؟ هناك مستويين للتواصل أو الوصول إلى اللقاء، المستوى المبدئي والمستوى العملياتي. المستوى المبدئي، حماس في وثيقة 2017 قدمت رؤية تكاد تتطابق تماما مع رؤية منظمة الإرهاب الإسلامية، فلذلك سياسيا لا يمكن القول أن هناك فجوة بين الطرفين. يعني أنا أسمي وثيقة حماس لوثيقة منظمة الإرهاب الإسلامية، وبالتالي استحقاقات الفلسطينية لاستعداد حماس لقبول هذا المبدأ هو لقبول بدولة فلسطينية على حدود 67، هذا هو نفسه يعني برنامج منظمة الإرهاب الإسلامية واستعداد للوصول لهذا الهدف. لكن للأسف الشديد أنه النهج الموجود هو شخصية، مسألة فردية أو شخصية أحيانا تشعر بهذا الأمر. يعني في تحدثت قبل أنه في حاجة إلى أن يكون هناك لقاء، ولقاء يعني اللقاء الموجود عندنا في جسم جاهز لأن يكون بوابة للقاء وتشكيل الأجسام الفلسطينية لتدير السلطة الفلسطينية أو تشكل تأخذ الفلسطينيين بنحو طريق الخلاص. لكن هذا لم يجتمع في أوقات السلم، وكنت أتوقع أنه في هذا الوقت الحرب وفي وقت هذا الحرب أن تكون تبادر القيادة الفلسطينية اللي هي بيد الرئاسة إلى دعوة مثل هذا اللقاء، اللي هي القيادية العليا
حتى تجتمع في احد العواصم العربيه ويتم اتفاق اطار وطني يضع برنامجا وطنيا ورؤيه وطنيه للخروج من المشكله، لكن هذا الامر لم يحصل لانه لا استطيع انا يعني الان النقطه مشكله لا تستطيع ان تفهم لماذا حتى الان لم بعد اجتماع الاخير في بيروت لم يتم اي لقاء. وحتى الان هذا النهج هو الموجود، ولذلك كل يعول اليوم على 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 لقاء موسكو. لكن ايضا دعني اعود بالسؤال بطريقه اخرى للدكتور تامر. دكتور تامر، سمعت ضيفي يعني يتحدثان باتجاهين مختلفين تقريبا لكن بلغه دبلوماسيه. سؤالي، هل تمتلك السلطه الفلسطينيه امكانيه اصلاح نفسها حقا؟ وهل تمتلك حماس كذلك هذه الامكانيه في هذا الظرف الحرج والظروف مواتية بسبب الحرب لوحدة فلسطينية ربما غير مسبوقة؟ أخي زاهر، فلنفترض لو لم يمتلكوا، يجب عليهم أن يمتلكوا، لأن هي لحظة مفصلية تاريخية بكل معنى الكلمة، بمعنى بقاء القضية الفلسطينية، كينونة الشعب، مشروع التصفية الواضح اللي بيحصل من الكيان الصهيوني والتواطؤ الكبير اللي بيحصل من منظومة دولية برضو بمعظمها واضح جدا. فبالتالي يعني فلنفترض إذا أنهت إسرائيل المقاومة في قطاع غزة، فحتتوجه مباشرة لإنهاء ما تبقى من المشروع الوطني في الضفة الغربية. يعني العدو واضح جدا بتصريحاته، بسلوكه، بكل شيء بيعمله على الأرض. فماذا ينتظر الطرفان؟ يعني أمامهم مسؤولية تاريخية بحق حركة فتح، حركة وطنية نضالها تاريخي عظيم، أخطأت وأنجزت في نفس الوقت، وكما وهذا ينطبق أيضا حركة حماس. الحركتين انتهجوا استراتيجيتين مختلفتين، حركة فتح السلطة بمؤسساتها انتهجوا استراتيجية التفاوض بلا نهاية، بلا أي استراتيجية واضحة، بلا أي أوراق ضغط، ولم تؤتي أي ثمار. وحركة حماس أيضا انتهجت النهج العسكري، انتفاضة مسلحة، صواريخ وغيره وغيره، وأيضا لم تأتي بثمارها. فبالتالي هذول أكبر حركتين في المجتمع الفلسطيني يتوقع منهم أضعف الإيمان من الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات، أخذا بعين الاعتبار الحرب الإبادة اللي بتتم، مئات الألاف من الشهداء والقتلى والمصابين، مشاريع التهجير، مشاريع التواطئ، إنهم يجلسوا ويتفقوا على رؤية واستراتيجية وطنية موحدة، لأنها لحظة تاريخية بالفعل، بمعنى أنه هناك حتى تعاطف عظيم جدا عالمي للقضية الفلسطينية في هذه اللحظة رغم كل محاولات التغطية والتشويه. فبالتالي يجب أن نبني على هذا، يجب أن نتوجه للعالم، لحلفائنا، للمتعاطفين معنا، للدول الكثيرة المؤيدة التي اتخذت مواقف تصادمية مع الغرب على حساب مصالحها في الداخل، كجنوب أفريقيا، كالبرازيل، كل هذه الدول اللي في الجنوب، اللي حتى دول أوروبية غربية، المواقف اللي بتتبناها ضد الصهيونية العالمية، ضد التعنت الأمريكي، كلها أيضا هم يدفعون حسابها. يعني هم يعرفون أنهم يأخذون، يعني هذه المواقف سوف يدفعون حسابها، ولكنهم يعملونها لأنها هي، أو يتخذون هذه المواقف لأن هذا هو الموقف الأخلاقي الصحيح. فمن المهين والمعيب جدا في هذه اللحظة أنه لما نرى دول تضحي بمصالحها وتأخذ موقف أخلاقي في هذا العالم الظالم نوعا ما، نرى أن الفلسطينيين لا يستطيعون أن يقدموا موقف مشترك، وهذا معيب جدا جدا. فبالتالي تستطيع خيارات الحركة أن تلتقي في موسكو، في المالديفز، في نيويورك، ولكن عمان قريبة منهم، مصر قريبة منهم. نعم. يا أخي فليلتقوا عبر شاشات الهاتف، ما في مشكلة، فليلتقوا، ولكن خلص كفى بهذه اللقاءات. والموضوع إرادة أخي زاهر، إذا لم تكن هناك إرادة حقيقية ووعي جمعي للمصيبة التي أو المأزق التاريخي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني في هذه اللحظة، فعلى القضية ستنتهي للأسف الشديد. طيب سيد عبد الفتاح، كيف تتعاملون في حركة فتح مع الطروحات الغربية والأمريكية التي تتحدث عن إمكانية عودة قوى سياسية سبق وأن تواجدت ضمن صفوف السياسيين الفلسطينيين للمساهمة في المرحلة التالية بعد العدوان على غزة؟ يعني لن تستورد فلسطين حكومة ولا قيادات بمقاسات أمريكية. هذا الشعب الفلسطيني الذي قدم كل هذه التضحيات
يستحق قيادة ترتقي بمستوى هذه التضحيات، وقيادة بتاريخ نضالي حقيقي يشرف تضحيات ودماء شعبنا الفلسطيني. لا يحاول هذا الأمريكي والاحتلال أن يربط موضوع الإصلاحات وكأن المؤسسة الأمنية مؤسسة فاسدة ويجب إصلاحها. الإصلاح الذي يطرحونه، هم يريدون قيادة على مقاسهم تخضع لإملاءاتهم وشروطهم ولا تقاتل من أجل حقوق الشعب الفلسطيني. والأمر كذب أنه يتعلق بأن المؤسسة الفلسطينية فاسدة وتحتاج إلى إصلاح، وإن كان خلل هنا أو خلل هناك هذا لا يرتقي إلى وسم هذه المؤسسة أنها تحتاج إلى إصلاح. وبالتالي الطرح الأمريكي الذي يريد أن يختار لنا من يقودنا هذا لا يمكن أن يمر على الشعب الفلسطيني، هذا الشعب يختار من يقوده. وبالتالي عندما نحن طرحنا قضية الحكومة نعم تسمح لي أن أعطي الكلمة الأخيرة للسيد مأمون أيضا، لأننا وصلنا إلى نهاية يعني هذا النقاش. السيد مأمون، خلل في يعني بنية السلطة الفلسطينية كما يقول السيد عبد الفتاح من رام الله، هل هو مجرد خلل بسيط يمكن إصلاحه حقا؟ وما هي استعدادات حركة حماس لتقبل إصلاحات بطروحات إقليمية عربية وغربية كذلك؟ أي طروحات مطلوبة من الخارج أعتقد أن المطلوبة الآن ستكون معايير ومقاييس إسرائيلية أمريكية، هذه نقطة صفر جديدة. المعايير التي يجب أن تتحقق هي معايير فلسطينية. هذه المعايير الفلسطينية معنا خيارين، خيار إما التوافق أو الانتخابات. للأسف الشديد انتخابات 21 عطلة، الآن أمامنا خيار التوافق الوطني، وهذا يعني ممكن إذا تنازلت أطراف عن رغبتها في السيطرة والبقاء في استحواذ السلطة، أعتقد أن ممكن هذا الأمر يتم. والأمر لم يعد هناك مجال للحديث عن قضية أنه لأن السلطة بيد السلطة عند الرئيس أبو مازن كلهيته يعني، فلذلك الذي يتنازل هو الذي يعني من يمتلك هو الذي يتنازل. أما الطرف الآخر الذي لا يمتلك سلطة، صحيح يمتلك سلطة على الأرض لكنها ليست سلطة رسمية معترف بها، يمسك أوراق ولا يمسك سلطة. فلذلك لابد أن نوازن ما بين هذا المسارين، أن يكون هناك اجتماع سريع للهيئة القيادية العليا للخروج باتفاق وطني حول برنامج سياسي موحد يشمع. لا يمكن يعني لا يمكن لا حركة التحرر الوطني أن تتخلى عن أداة المقاومة، ولا يمكن المقاومة أن تتخلى عن أداة التفاوض. التفاوض والمقاومة يعني متكاملين، ويجب أن يحدث هذا التكامل في مشروع وطني موحد يجمع الطرفين بحيث أن يكون هناك تحقق المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني. نعم، شكرا جزيلا لك ضيفي مأمون أبو عامر الكاتب السياسي، حدثنا من اسطنبول، وشكر موصول طبعا للمتحدث باسم حركة فتح عبد الفتاح دولة، كنت معنا من رام الله، وللدكتور تامر قرموط أستاذ الدراسات العامة في معهد الدوحة، كنت معنا من العاصمة القطرية. شكرا جزيلا لكم ضيوفي.